Thank you very much indeed for this opportunity to speak. أشكركم لهذه الفرصة للحديث. أشكرك جلالتك وأشكر وجودكم وأشكركم أصدقائي. أريد أن أضيف شكري هنا للأردن ومصر وأيضا للأمين العام للاجتماع معنا اليوم للاستجابة إلى الأزمة الإنسانية الطارئة في غزة، وأنا أقدر جهودكم جميعا بهذه المشاركة. كما قلت سابقا مرارا كثيرا في آخر 9 أشهر، ما شهدناه منذ أحداث أكتوبر 7 في العام الماضي هو وصمة في تاريخنا الإنساني. أنا أؤكد العمل يجب أن يكون، وأقدر العمل الذي قام به جلالته الملك عبد الله وأيضا فخامة الرئيس السيسي وكلمة سعادة الأمين العام. أنا أؤكد على العمل بشكل طارئ وبشكل حاسم للتصدي إلى ما نعرفه وما يجب أن نقوم به. في هذا الصباح اجتمعنا في مجموعات 3 لنتكلم عن الأولويات الأساسية التي يجب أن نعملها لهذا العمل الطارئ، ومن دواعي سروري أن أكون معكم اليوم لأقدم لكم نتائج مجموعات العمل هذه على مستوى عال. إذن في هذه الجلسات المثمرة استمعنا من مستضيفينا الأردن ومصر، المنظمات الدولية، الصليب الأحمر وأيضا الدول الأعضاء والمانحين. أول مجموعة عمل تكلمت عن توفير المساعدات الإنسانية لغزة لتلبية حجم الاحتياجات على مستوى كبير وأيضا مع الإنتاجية المطلوبة في هذا الصدد. الآلية الموضوعة من الأمم المتحدة والتي ذكرها الأمين العام في القرار 27-35 أن غزة بحاجة إلى دعم إضافي ليكون موجود ويعمل بشكل فعال داخل غزة، وأيضا أشير إلى المنسق العام وأشير جهودهم في هذا المجال. جميع المعابر لمجموعات العمل أيضا أعلنوها أنها يجب أن تعمل بشكل كامل وبطاقتها الكاملة. المتطلبات للدخول بالمساعدات يجب أن توجه بشكل آمن ومنتج وبظروف ممكنة للحاجات الإنسانية، ولتمكن العاملين في القطاع لوصول هذه المساعدات للذين يحتاجونها في غزة. وأيضا الأمم المتحدة يجب أن تعمل وتمول بشكل كامل بما يتعلق في الأمم المتحدة والشركاء. 2.5 مليار دولار هي بحاجة إلى الآن لتقديم المساعدة الفورية الآن، وهي قدمت من شهر 4 إلى شهر 9 في هذا المجال. وأيضا نحن بحاجة إلى المساعدة في المجال 400 مليون للطعام، أيضا للمجالات التي بحاجة إليها للأدوية والطعام والغذاء والمساعدات الطبية، وأيضا إضافتها كلها للحاجات الإنسانية الملحة في غزة. الأعداد كانت صدقت عليها مصر والأردن، وكان هناك تقديرات إضافية ب 500 مليون دولار عن العدد الذي حددناه لتدفق المساعدات من هذه الدول التي قدمت المساعدات للشعب في غزة. المجموعة الثانية تكلمت عن الحاجة لوقف إطلاق النار فوري، وناقشوا الأساليب للتصدي للتحديات لحماية المدنيين في غزة وأيضا توجيه توزيع المساعدات الإنسانية وحمايتهم من خلال داخل وخارج غزة، وعدم وجود الآليات وأيضا في الظروف المدقعة وأيضا البنى التحتية المتدمرة هي أيضا وضعت بهذا الصدد، وكان هناك إجماع على هذا الدمار. كان هناك خوف مروع في مستوى الدمار والقتل والنزوح والنزوح بتدفقات كبيرة، الصدمات التي عانها الشعب الغزي على مدى 9 أشهر، وأيضا المعاناة الإنسانية بما فيها العاملين في المجال الإنساني، وأيضا هذا زاد مستوى القتل على مدى، وكان هذا
أعلى من أي مستوى شهدناه في العالم على مدى 12 عاما الماضية. وأيضا كما نجد الحلول نحاول أن نجد الحلول الملموسة لإيصال المساعدات. نحن بحاجة إلى تغير جذري في عملياتنا وبيئتنا التي هي بحاجة أن تضمن الضمان في ظروف ممكنة للعاملين في هذا المجال، للعاملين المجال الإنساني. نحن بحاجة أن نستمر من عملية يعني تتعرض إلى التوقفات والعقبات إلى عملية ميسرة. نحن نطالب مساعدات تحت ضمن الحماية القانونية. نحن نؤكد على دور الأونروا والعاملين بها، وأيضا كما استمرت وستستمر أن تكون الأونروا هي أساس العمل الإنساني في غزة. نحن بحاجة إلى تيسير إيصال المساعدات أولا في آليات ممكنة للعمليات والتنسيق، وأيضا الجانب الآخر يجب أن يكون هناك وصول كامل للآليات وأيضا للمساعدات وأيضا طرق محتملة آمنة، وأيضا عدم وجود أي عوائق لتوزيع المساعدات والوصول إلى المدنيين في غزة، وأيضا التدفق للوقود والمساعدة الأولية. أيضا المجموعة الثالثة هي نظرت إلى الطرق لأولويات التعافي المبكر في غزة بوجود عمليات الدمار في غزة، البيوت، المدارس، أماكن العبادة، أماكن توفر المياه. واتفقت هذه المجموعة أن الترتيب للأولويات التعافي حتى في هذه المرحلة هي مهمة كما ستبدو، هي مهمة لإعادة الكرامة والأمل وفي كثافة سكانية تعرضت لصدمة جميعها وخسرت كل شيء. المشاركين تكلموا عن الأولويات التي يجب أن نتكلم بها من الفريق بالأونروا والبنك الدولي، السلطات الفلسطينية والشركاء الآخرين الذين يدعو أو يدعموا هذه المبادرة. المشاركين أكدوا الدور الأساسي في مرحلة التفاعي المبكر، خصوصا في مرحلة التعليم، الصحة والدعم النفسي الاجتماعي. أكدنا على أهمية التعافي المبكر، إزالة أي دمار وأطنان الدمار، وأيضا العمل لإزالة الدمار ووجود الملاجئ، وصول سبل الحياة، الدعم للقطاع الخاص والعام. كل هذا يجب أن يكون في خطة لإعادة الإعمار في غزة، ويجب أن نبدأ في أفضل طريقة ممكنة للدعم الإنساني. دعونا نكون واضحين أنه بكل هذه الأمور وليس الطريقة الوحيدة لنعم نعمل بشكل فعال للتصدي للحاجات الإنسانية في غزة هي ببساطة استجابة حالية ووقف لإطلاق النار. جلالة الملك، أيها السيدات والسادة، إن عملنا الإنساني الآن قيد العمل والسير، وبمخرجات هذا المؤتمر وهذا الاجتماع وأقترح أن يكون تحديدا جزء من هذه العملية الإنسانية لأن تعمل بشكل مباشر وبكفاءة وفاعلية لرفع المعاناة والحالة حالة اليأس لأهل غزة. شكرا جزيلا.